كرة القدم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المرة الماضية لما خلصنا ايش؟ المعامل اللي هو معادلة الانحدار، وعملنا ايش كمان؟ اللي هو معامل الارتباط. لما نرجع من بداية الوحدة اللي هي طرائق العد. طيب شو طرائق العد؟ ما هي سهلة طرائق العد. انا بقول لكم على مبدأ العد شغلته بسيطة، هاي المفروض انتم اخذتوها ايش؟ اخذتوها سابقا يعني في صفوف ثانية، اظن بعاشر او بتاسع او شيء زي هيك، بس كانت تطنش عاده لما يجي المدرسين يقول لك هذا مش مطلوب انسوه. لا سهل، شوف خلينا نبدا بمثال بسيط جدا. لو انا عندي مدينه اسمها الف، وعندي مدينه اسمها باء، وعندي مدينه اسمها جيم، كويس، بقدر اسافر من الف لباء عن طريق يا اما بر يا اما جو، كويس، زي مثلا من عمان للعقبه، بقدر اسافر من عمان للعقبه يا بر يا جو، يا بطلع بسياره يا بروح بالطائره، مزبوط ولا لا؟ مزبوط. طيب بدي اسافر من العقبه الى مصر، بقدر اطلع يا بر يا اما بحر يا اما جو. كيف بر؟ من العقبه كيف اطلع بر؟ ولا بقدرش اطلع بر؟ لو اني سواح بقدر اطلع، بفوت على فلسطين من عندهم من رشراش وبمشي بروح على مصر. المهم على العموم ها نحكي مصر هون. نعم كويس. الان السؤال بيقول بكم طريقه، طلع السؤال شو بيقول؟ بكم طريقه يمكن السفر من عمان الى مصر مرورا يعني لازم امر بالعقبه. ممكن واحد يفكر هيك يقول لك انا بطلع بر بالاول اللي هو الخط هذا، طلع هذا مسار اسمه كله الاحمر هذا اللي قاعد بنسوه مسار واحد، هذا يعتبر طريقه بس. هاي طريقه. الطريقه الثانيه اطلع بر للعقبه بعدين اروح بحر لمصر، هاي طريقتين. ممكن اطلع بر وبعدين اطلع جو، اذا بر جو. هاي كم طريقه صرت مسوي انا؟ اربع طرق، ثلاث طرق، ثلاثه لحد الان. الان لو مشيت جو بر هيك، نعم، جو بر بعدين جو بحر بعدين جو، كم طريقه صار عندي؟ جو بحر جو، كم طريقة صار عندي؟ ثلاث، ستة، ثلاث وثلاث، ست طرق. طب احنا كل ما تجينا مسألة بدنا نشوف كم عدد الطرق، بدنا نقعد نعمل الفيلم هذا كله؟ طب هيك طويل الشغلة. في طريقة ثانية ممكن افكر فيها، اللي هي طريقة بسموها ايش؟ طريقة الشجرة. نعم، نقول انه هون السفر الطريقة الأولى، هنا من عمان إلى العقبة، خط العمان عقبي، احنا ممكن نمشي فيه يا بر يا جو. إذا طلعت بر من عمان للعقبة ممكن أروح على مصر بثلاث طرق، يا إما بر يا إما جو يا إما بحر، صح؟ وصار هيك بتطلع بر بر، هذول اللي أنا كتبتهم قبل شوي، بر جو بر بحر، هاي بسموها طريقة الشجرة. جو نفس الشيء، لو طلعت جو من عمان الى العقبه الطريقه الثانيه اللي هي عقبه مصر ممكن اروح عليها يا جو يا بر يا بحر. عد هذول الاخرانيات لقيهم سته. الان شو مبدا العد بالضبط؟ باختصار هيك انا بقول لكم شو مبدا العد. انا اللي بدي اسافره من وين لوين، العمليه الكبيره اللي قاعده بتصير اني انا بدي اسافر من عمان لمصر، هاي العملية الكبيرة، هاي كل عملية واحدة. لكن هاي العملية تم على كم مرحلة؟ إلى ثلاث مراحل. لا، على مرحلتين. هاي مرحلة اللي هو السفر من عمان للعقبة، هاي مرحلة. وبعدين العقبة إلى مصر، هاي مرحلة. صح ولا لا؟ صحيح. المرحلة الأولى بكم طريقة تمت؟ مرحلتين. بثلاث مراحل. طريقتين. يا بر يا جو. جو.
يعني السفر لما اقول المرحله الاولى قصدي فيها السفر من عمان الى العقبه بكم طريقه تمت؟ طريقتين. طب المرحله الثانيه اللي هي السفر من العقبه الى مصر بكم طريقه ممكن ان تتم؟ ثلاثة. الطرق ليش اثنين يا إيميلي؟ بر، بحر، جو. ثلاث طرق. يعني مرة ثانية بنعيد، بكم طريقة أستطيع أن أسافر من عمان إلى العقبة؟ طريقتين. أيوة. بكم طريقة يمكن أن أسافر من العقبة إلى مصر؟ ثلاثة. أيوة. نختصر الآن الكلام. مبدأ العد شو بيقول؟ بيقول إذا كان عندك عملية كبيرة هاي بتتم على عدة مراحل، احنا فيها سؤالنا مرحلتين، كانت فقط مرحلتين، فإن عدد الطرق التي تتم فيها العملية الكلية هي عدد طرق العملية الأولى ضرب عدد طرق العملية الثانية. انتهى السؤال. ستة. ما قلت لك أنا هنا غالبا ما بسألك عن احكي لي إياهم شو هم. تمام. أنا بسألك بكم طريقة صارت، فإذا شو بسوي أنا؟ بروح بمسك المراحل وشو بسوي فيهم؟ كل مرحلة كم طريقة بتصير؟ وبعدين بروح اضربهم في بعض. خلصت القصه. تمام. يعني الشغله ابسط من كل اللي شرحته. تمام. انا ما بدي اجي على طول اقول لكم بس بتضربوهم في بعض، اعرفوا ليش ضربت. تعال نشوف المثال هذا، مبدا العد اولا. بقول لك محمد عنده اربع انواع قمصان. ها، خلينا نسجل. قمصان، كم قميص عنده؟ كم قميص عنده؟ أربعة. أربعة. بنطلون، بنطلون عنده ثلاث، ثلاثة أحذية كم نوع اثنان. عنده؟ اثنين. طلعوا شو بده يسوي هذا الولد محمد، بده يطلع كل يوم لابس قميص وبنطلون وحذاء. حلو؟ نعم صحيح. الآن هو لما بده يلبس قميص، إذا لبس اليوم القميص رقم واحد والبنطلون رقم واحد والحذاء رقم واحد، كويس؟ ثاني يوم غير البنطلون بس بصير له مظهر جديد، صار عنده مظهر جديد. أنا السؤال كم يوم بده حتى يرجع يلبس اللبس اللي لبسها أول يوم؟ نضربهم 4 في 3 12، 12 ب 24، 3 في 2 2 24، معناته بده 24. هل بكفي شهر؟ هل شهر؟ هل بشهر لازم يعيد يكرر؟ بكرر. ليش؟ لانه الشهر كم يوم؟ 30. فهو بده 24 يوم تا يرجع يلبس اللبس اللي كان لابسها. صحيح. لو زدنا له عدد البنطلونات بنطلون بس طلعوا صار عنده بنطلون زياده، بكم طريقه بصير عنده؟ بنشيل الثلاثه بنحط اربعه. 16 بها قديش بصير؟ 32. يعني لو عنده بنطلون زياده شايفين بيطلع كل يوم في الشهر لابس لبسه مختلفه. وشو قصدك كلمه لبسه مختلفه؟ انه يغير او قطعه من القطع الثلاث. صحيح. طيب واحده ثانيه، مثال ثاني، مطعم عنده ما يلي، طلعوا كده عنده ارز، بيسوي ارز اربع انواع، كويس، وعنده شوربه خمس انواع. تمام صحيح. وعنده خضار شو اسمه سلطه اربع انواع. تمام. ثلاث انواع. وعنده حلا حلو تحلاي يعني ست انواع. وكل اسبوع بيجي عنده شو بقدم له؟ بقدم له نوع رز، نوع شوربي، نوع سلطة، نوع مقبلات، نوع حلا. السؤال كم طبق مختلف يمكن أن يقدم؟ بضربهم أربعة في خمسة في أربعة في ثلاثة في ستة. طلعوا كيف؟ أعيد لك إياها يا عمر على الطريقة اللي تعلمناها. هاي اسم المرحلة الأولى. المرحلة الأولى أو العملية الجزئية الأولى. هاي اسمها إيش الشوربات؟ ثانية. هاي شو المرحلة؟ ثالثة. ثالثة. وهاي شو اسمها؟ الرابعة والخامسة. وهاي شو اسمها؟ خامسة. الخامسة. عملية تقديم الطبق للزبون تتم على كم مرحلة؟ خمسة. خمس مراحل. أنا سؤالي بكم طريقة أن تتم هاي العملية الكلية كلها؟ ساعتها بتقول لي أربعة في خمسة في أربعة في ثلاثة. 1440.
سلام. بروح بكاتب الزلمة على الدعاية تبعته شو كاتب يا عمر؟ 1440 طبق. 1440 طبق مختلف. صح ما كذب. وصلت الصورة؟ عرفت شو مبدأ العد؟ تمام. هاي تاعت الفيزياء والرياضيات نفس الطريقة هاي طريقة الشجرة. يعني بكل بساطة إنه هي عملية اللي الاختيار كيف إحنا بنختار. إذا عدد هي ببساطة بنضرب وانتهى الحكي. ما بدنا نحكي أكثر من هيك. كويس؟ تعال نقرأ هون المثال هذا. في مكتبة فاطمة 4 دواوين شعرية. يعني أنا بهمنيش ترى يعني المتنبي أحمد شوقي عرار الفرزدق بهمونيش. أنا بهمني كم ديوان عندها؟ 4. بس أنا اللي بهمني. وثلاث روايات أدبية. تمام. قراءة كتابين، كل يوم إذا تقرأ كم كتاب؟ كتابين. لازم واحد ديوان شعر والثاني رواية. بكم طريقة تقدر تقراهن؟ 8. 12. 3 في 4 ليش 8؟ 12. يسويهن على الشجرة عشان تفهمين. احكي لي مين هم الشعراء؟ هم المتنبي وأحمد شوقي وعرار وفرزدق. متنبي هاي عملنا واحد. هذول الشعراء عنوان تايتل هاي المتنبي أحمد شوقي وعرار وفرزدق. عرار الفرزدق أربعة. هذول أربعة. افرض إنه هاي فاطمة اختارت المتنبي إنها تقرأ اليوم للمتنبي. الآن بكم طريقة ممكن أن تقرأ رواية أدبية؟ الطرق تعد فدوى طوقان توفيق الحكيم وليد سيف. يا إما لفدوى طوقان يا إما للحكيم كويس يا إما لا وليد سيف. هذا قراب تعرف قرار وليد سيف هذا عن جد. نعم والله. أوكي يعني يا إما بتقرأ لفدوى يا إما بتقرأ للحكيم يا بتقرأ لوليد سيف. فإذا هي يا إما بتكون المتنبي فدوى يا إما المتنبي الحكيم يا إما المتنبي سيف. هاي كم طريقة صارين؟ ثلاثة. طب افرض ان اختارت احمد شوقي. نعم. كمان بدها تطلع منه كم سهم؟ كم سهم؟ ثلاثة. فدوى والحكيم سيف. بالضبط. وهون برضو فدوى والحكيم. ثلاث. اد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. لا في شيء غلط. كم رواية؟ 1 2 3 مظبوط. 1 2 3 متنبي. 12 رواية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. لا مظبوط بس انا عديت غلط. اذا احنا بكم طريقه بتقدر تقرا؟ 12 طريقه. 12 طريقه. خلص انتهت القصه. ليش؟ لانه انت بهاي الحاله طلع زي ما حكى زي ما انا حكيت هون بدل ما مثلها بالشجره راح عملها جدول. لو عد خانات الجدول عدوا خانات الجدول يا جماعه. طلعوا 12. 12 يعني باختصار مبدأ العد شو بنسوي؟ بنمسك المرحلة الأولى اللي هي دواوين الشعر، بنمسك المرحلة الثانية اللي هي الروايات، نضربهم في بعض عدد الطرق هاي في عدد الطرق هاي. دكتور بس الحصة اللي بعتها المرة الماضية محذوفة بالوزارة. أني أسئلة الحصة المرة الماضية اللي بعتها لجروب اللي ما حضرتهاش أنا مبارح. لا يا زلمة غير محذوفة. لا الانحدار وهذا مطلوبات. لا يا عمر محذوفات. لا اللوغاريتمي. ها اللوغاريتمي مين بعث لوغاريتمي؟ ما بعثنا لوغاريتمي احنا. احنا حتى الانحدار اللي بعثنا المره الماضيه كانت عن الانحدار والارتباط ما حكينا عن اللوغاريتمي لغيناه كله. هذا بعد طرائق العد. لا نعم اخر درس. اخر درس احنا مشينا رحنا على اخر درس عمر. اها ورجعنا للاول هسه. اه استنى درسين في الماده. خلصنا مبدأ العد. عفوا خلصنا اللي هو بيرسون معامل ارتباط بيرسون. خلصنا معادة الانحدار. تمام. غريب جدا لانه الاغرفي ما جبنا سيرته لغيناه. ماشي فكرت مدلات. ماشي لا ما سوينا على الاسس والاغرفي. يلا تدريب خلينا نحل هذا مع بعض. يلا مين يحله؟ محل بيع خضروات وفواكه. اربع اصناف. عيني على أربعة بس. أربعة من الفواكه والموز. أيوة. وصنفين. اثنين. أربعة في اثنين.
خلص وثمانية وسلام سلمك. خلص السؤال. هسا لو بدنا نعرف شو الخيارات المتوفرة، يا بنعمل جدول يا بنعمل شجرة. يعني مثلا كيف شجرة؟ بقول موس، برتقال، هيك تفاح، دراق. هذول ايش؟ الفواكه. فواكه. الان الخضار، يا اما بتشتري موز مع كوتا يا موز مع بطاطا. نعم. والباقي نفس الاشي راح يطلع. تمام. لما يقول لك اذكر شو الخيارات المتوفرة بدك تكتب الشجرة كاملة او تعمل جدول. تمام. اذا قال لك ما العدد؟ عدد بس اربعة باثنين ثمانية وخلص. صعب الحكي ها؟ لا. بسيط. يلا المثال ها. أربعة في خمسة في ثلاث. بدي اشتري ثلاجة وغسالة وجهاز تكييف وعنده خيارات أربعة خمسة ثلاث، اضربهم في بعض ونخلص السؤال. انتهى السؤال. تمام. حلو هذا الدرس؟ حلو. سهل جدا. يلا نيجي على مثال ثلاث. عندي مجموعة الأرقام اثنين ثلاث خمسة ستة. ماشي؟ تمام. بدنا نكون منهم أعداد مكونة من كم منزلة؟ أربع منازل. لا، منين جبتي أربع منازل؟ كم عددا يمكن تكوينه من منزلتين؟ هيو اقرأ السؤال. نعم. أنا عندي أرقام، أربع أرقام. سيبني من الأربع أرقام هذول. أنا عيني على التركيز اللي بده أركز عليه، وشو بده يكون؟ منزلتين. يكون أعداد مكونة من منزلتين. طب الأعداد المنزلتين مش إحنا درسناهن زمان إنهم يكونن أحاد. عشرات. وعشرات. صحيح. صحيح. شو يعني معناته أنا مطلوب مني أستخدم بس هذول الأرقام، ممنوع أحط هون إلا يا اثنين يا ثلاث يا خمسة يا ستة، غير الممنوع. نعم. بدي أسأل السؤال، خانة الأحد بكم طريقة يمكن أن تشغل؟ أربعة. 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 إيش؟ ليش أربعة؟ أربعة الأرقام اللي عندي. بالضبط. أربعة. إذا المرحلة الأولى بتتم بأربع طرق. طب والمرحلة الثانية؟ إذا سمح بالتكرار. برضو بأربعة. هسا خلينا من التكرار، خلينا نقول مسموح التكرار. إذا شو بيطلع لنا؟ 16. 16 عدد بقدر أكون. نعم. طب وإذا لم يسمح بالتكرار؟ أربعة. بدي أنقص واحد. بنقص واحد، بصير أربعة بثلاث. نعم. وصلت الصورة؟ فهمتوا كيف أنا فكرت فيها؟ طلعت عليها أحد عشرات. لو قلت لك طب بدي مش منزلتين، قلت لك ثلاث منازل، بضيف منزلي هون. أربعة في أربعة في أربعة. أيوة هذا إذا سمح بالتكرار يا عمر. طب وإذا لم يسمح بالتكرار؟ أربعة ثلاث اثنين. أربعة ثلاث اثنين. هون حطيت مسموح لك أي واحد تحطه. هون نقصت واحد لأنك اللي حطيته في الأحد ممنوع تحطه بالعشرات. هسه في المئات اللي حطيته في الأحد والعشرات ممنوع تحطه في المئات. فهمت كيف؟ تمام. طب لو طلبت منكم تقولوا لي شو هني هذول الأعداد، خلينا أول نبدأ مع السماح بالتكرار. تمام. هسه قلنا كم عدد؟ 16 عدد صح؟ إذا سمح بالتكرار. أنا هسه السؤال بدي أغيره، احكوا لي شو هني هذول الأعداد. يجب أقول هنا أحد. الأحاد شو ممكن أحط فيها؟ يا اثنين يا ثلاث. يعني بعمل شجرة يا جماعة، لما أقول لك أحكي لي شو هني أعمل شجرة. ستة. ممتاز. تمام. العشرات، العشرات شو بدي أحط فيها؟ مسموح التكرار. شو قلنا؟ مسموح التكرار. اثنين ثلاث خمسة ستة. يا اثنين يا ثلاث يا خمسة يا ستة. يعني شو العدد الأولاني هذا اللي ظهر هون؟ شو اسمه هذا العدد؟ 22. 22. سجل، خلنا نسجل يا عمر. هون 32. هون 52. هون 62. هذول الأربع أعداد طلعوا من مين؟ من اثنين. يلا راح نطلع كمان أربعة من هذول، صح ولا لا؟ شو راح يطلع معي؟ 23. أيوة 33. 53. 63. هذول راح يطلعوا من الأحاد ثلاث. يلا خمسة وإيش؟ 25. 35. بعمل أنا 55. أنا بكتب هنا 2 3 5 6 وبقرأ هيك. تمام. و55 و65 واللي وراها
ستة راح أطلع منها أربعة خانات، اثنين ثلاث خمسة ستة، يعني يا إما 26 26 36 56 66. مرة ثانية بعيد، فهمتوا الفرق بين السؤالين لما أقول لك ما عدد الطرق؟ أبدو شجر. السؤال بيسألني عن إيش يا جماعة؟ لازم أقرأ كويس أنا، كم عددا؟ صح؟ إذا إجابتنا ببساطة راح تكون 4 في 4 يساوي 16، انتهى السؤال. هذا إذا سمح بالتكرار. تمام. وإذا لم يسمح التكرار بقول 4 في 3 يساوي 12، انتهى، احنا هيك خلصنا حل. تمام. لكن لو كان السؤال ما هي هذه الأعداد؟ بدك تكتب له هذول كلهم. وصلت؟ تمام. طبعاً عندما لا يسمح بالتكرار معناته اللي مكرر بدي ألغي، يعني 22 بدي أشطبها. تمام. صح؟ مظبوط. 33 بدي أشطبها. 55 بدي أشطبها، 66 بدي أشطبها. عدهم بيطلعوا 12 عدد. تمام. وصلت الرسالة؟ نعم. تمام. 100%. يلا هات نشوف. تدريب. بكم طريقة يمكن تكوين عدد من ثلاث منازل من مجموعة الأعداد الفردية التي أكبر من 4 وأقل من 15؟ على فكرة هذا السؤال يعني في إشكالية أستاذ صراحة. أنا عندي السؤال تدريب أقل من 9. أيوة هو هذا الصح، هذا إحنا طلبنا تعديله مش صحيح، يعني لأنه أنت ما دامك بتتكلم عن أرقام، لازم يكون من منزلة واحدة، يعني من 0 ل 9 الأرقام بس، شو 15؟ والمشكلة كانوا حالينه ومش عارف كيف، يعني مخبصين الدنيا فيه. هو هيك الصح لتسعة، وأنا أصلاً كنت أحله على 9 مش راح أحله على 15 يعني. أوكي هسيات خلينا نطلع شو المجموعة اللي مسموح لي أخذ منها أعداد الأعداد الفردية. طلع أعداد فردية مش على الشرط، أنا اللي أكبر من 4. مين أول عدد فردي أكبر من 4؟ 5 7 9 7 9. أقل من أو تساوي، إذن أنا مسموح لي أختار بس من هذول الأرقام. العدد المكون من 3 منازل كيف شكله بيكون؟ أحد عشرات ومئات. عشرات ومئات. خلينا نبدأ بأنه مسموح التكرار. تمام. سمح التكرار مسموح. يلا الخانة الأحد تشغل بكم طريقة؟ ثلاثة بثلاثة بثلاثة. ثلاثة بثلاث بثلاث. ليش ثلاثة؟ 27. إذا بقدر أكون 27 عدد. تمام. تمام؟ إذا لم يسمح بالتكرار 3 في 2 في 1. 3 في 2 في 1 يعني بيطلعوا 6 أعداد بس. خلص السؤال؟ حلو. تمام. 100%. درس بسيط وسهل جدا. أسيات راح نتعرف على إيش اسمه مضروب العدد. أنا بدي أبدأ من عند مضروب 7. طلعوا كيف بعملوا هيك؟ 7 بحطوا علامة تعجب. شو يعني هاي 7 علامة التعجب؟ يعني نضرب 7 في اللي أقل منها بواحد، اللي أقل منها بواحد، اللي أقل منها بواحد، هيك بظني لحد ما أصل لوين؟ لواحد. عندنا شو مضروب 7؟ 5040. 40 أها. 5040. صحيح. ممتاز. طب بقدر اكتب المضروب 7 بطريقه ثانيه؟ طلع او قبل ما احكي مضروب 6، احكي لي شو مضروب 6؟ هي 120. 120 كيف 120 يا جماعه؟ 720. 720 مضروب الخمسة 720. مضروب الخمسة 120. مضروب الخمسة اللي هو 5 في 4 3 في 2 في 1 يساوي 120. تمام الكلام؟ طب بدي اسالك سؤال، مضروب 7 مش بقدر اكتب 7 في مضروب 6؟ صحيح. 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 ليش؟ لانه 6 لعند الواحد هاي مضروبات في بعض، هاي هي مضروب 6. ف7 في مضروب 6 هي مضروب 6 هي. طب مضروب 6 مش بقدر اكتب 6 في مضروب 5؟ يعني لا. طب ايش رايكم مضروب الخمسه اكتبه بطريقه ثانيه، اقول هو عباره عن 5 في 4 في مضروب 3، ايش رايكم؟ اساس انه من 3 ضرب 2 ضرب 1 هي مضروب 3. صح صح استاذ. هم مطلوب منا فقط من 1 الى 7، يعني بعد 7 بتصير كبير الاعداد.
غالبا يعني بنشتغل للسبعة، بعد السبعة بصير كبير يعني تكوني عارفتيهم يعني. طيب ايش مضروب الأربعة؟ أربعة في ثلاثة اثنين، 24. 24 مضروب الثلاث، ثلاثة واحد يساوي ستة. شوف يعني أنا بقدر لما أشوف مضروب أربعة أشطبها وأحط محلها 24، صح ولا لا؟ صحيح. مضروب الثلاث أشطبها وأحط محلها ستة، مضروب السبعة أشطبها وأحط محلها 5040، شيء هذول احفظوهن هذول. مضروب الستة 720، مضروب الخمسة 120، هذول حفظهم بيساعدني على الحل صراحة كثير. مضروب الاثنين اثنين، لأن اثنين في واحد اثنين. مضروب الواحد واحد. مضروب الصفر واحد. هاي حالة خاصة. مضروب الصفر ايش يساوي؟ واحد. طب نكتب رموز، نكتب بالرموز هذولا. خلينا نقول الدفعة الأولى من المضروب إننا نكون عارفين إيش شو مضروب هاي الأعداد. الآن لو جيت قلت لكم شو يعني مضروب نون؟ نون عدد طبيعي طبعا غير سالب، عدد صحيح غير سالب. طيب إحنا عادة كيف نسوي في المضروب؟ بنأخذ العدد اللي مكتوب هون. نعم. مش إحنا كنا مضروب السبعة بنبدأ بسبعة؟ تمام. مضروب الستة بنبدأ بستة. إذا مضروب النون نبدأ بنون. بعدين بنضرب النون في ايش؟ في الاقل منها بواحد. شو يعني نون ناقص واحد؟ الاقل من طالع نحط عدد، نحط عدد قدامنا. انا بدي اجيب مضروب الثمانية مثلا. اذا النون شو قديش؟ ثمانية. نون العدد اللي هون ضرب، راح اضرب في مين؟ في اللي اقل منه بواحد اللي هو مين؟ سبعة. بعدين في اللي اقل منه بايش؟ ستة. باثنين ناقص اثنين من الاصلي. احنا بنحكي عن الثمانية الاصلية. اه اول مرة نقصت من الثمانية واحد، ثاني مرة بنقص من الثمانية اثنين اللي هي بتصير ستة، اللي بعديها بنقص من الثمانية ثلاث تمام اللي هي خمسة. بظني اشتغل لهون لحد ما اصل لايش؟ واحد. لعين ثلاث باثنين واحد. وصلت كيف الترميز تاعها؟ طب بناء عليه مين يقول شو يعني مضروب ميم؟ مين يكتب لي اياها هاي رموز؟ ميم اول شيء بتبدا بميم ناقص واحد. ايوه بعدين ميم ناقص واحد، ميم ناقص اثنين، ميم ناقص ثلاث، ميم ناقص ثلاث، وهكذا لحد ما اصل ثلاثه في اثنين في واحد. اتفقنا على هاي النقطه ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. اتفقنا. طب سؤال، مضروب نون بقدر اكتبه هيك؟ شو رايكم؟ صح. صح يجوز لانه انا راح امشي نون بعدين نون ناقص واحد بعدين بصير انقص لحد ما اصل فهون من عند نون ناقص اثنين لعند ثلاثة اثنين في واحد هي مضروب نون ناقص اثنين. نعم. بس هذا بس مجرد طبعا. يعني تمييز نكون عارفينه كيف نتعامل معه. الان اسئله نطلع مضروب الخمسة هاي حليناها صح؟ 120 مضروب الثمانية حليناها ومضروب اثنين حليناها. طب حلوا لي هاي هي 24 زائد 3 زائد 24 زائد 6 زائد 6. خلص شايفين ما عقدوا الدرس. طب شو دخل المضروب في مبدا العد؟ يعني انا مش فاهم، احنا درسنا اسمه مبدا العد كان، وشو دخل المضروب في الموضوع؟ انا بقول لك ممكن سؤال اسالي كيف نميز بينه وبين التوافيق؟ لحظة جيب الله يرضى عليك جيبنا سيرة التوافيق ايش احنا؟ لكنه نفسه ايميلي جيبنا سيرة التوافيق؟ لا خلص لا تجيبي سيرة التوافيق حبة حبة نمشي. مبدأ العد العامي فهمتي؟ نعم لكن يشبه التوافيق بشكل لحظة كبير. لحظة بس خليك دكتور انت اخذت التوافيق؟ ما تستعجليش الله يرضى عليك. لا دكتور اخذتوا له التوافيق؟ لا لسه. تمام. لو عندي موقف سيارات انتوا هسه انسى التوافيق وانسى الحكي اللي احنا بنمشي بالتدريج. فهمنا ايش يعني مبدا عد؟ فهمنا. عرفنا ايش يعني مضروب؟ عرفنا. الان طلع معايا يا سيدي، عندي موقف سيارات بسع خمس سيارات، يعني في خمس اماكن. هاي موقف رقم واحد، الموقف رقم اثنين،
الموقف رقم 3، الموقف رقم 4، الموقف رقم 5. رقم 5. حلو الكلام ولا مش حلو؟ حلو. حلو. عندي سيارتين، هاي السيارة رقم 1 وهاي السيارة رقم 2. هذول السيارتين شو بدهن يسوين؟ بدهم يصفوا. بدهم يصفوا. سؤال، عمركم شفتوا سيارات بفوتوا بصفين مع بعض هيك؟ ولا واحد وواحد بيفوت على الموقف؟ واحد وواحد. طب دخلت هاي السيارة، دخلت على الموقف، كم خيار قدامها تصف؟ 5. 5 خيارات. إذا السيارة الأولى بتقدر تصف بخمس طرق. نعم. لساتني عم أبدأ العد بشتغل أنا. ها. طيب دخلت، نفترض صفت هون، نفترض هي ممكن تصف وين ما بدها، صح؟ صحيح. دخلت السيارة الثانية بكم طريقة ممكن تصف؟ 4. 4. إذا بكم طريقة ممكن تصفين السيارتين؟ 20 طريقة. 20 طريقة. صعب الحكي هذا ولا مو سهل؟ لا سهل. لاحظوا الموقف هون يتطلب الترتيب، صح ولا مش لا يتطلب الترتيب؟ لا يتطلب ترتيب. لا يتطلب الترتيب، ما هو دخلوا واحدة واحدة. صح ولا لا؟ يلا نعيد. الآن هالمرة بدنا نزيد السيارات، بدل ما كانوا سيارتين بدنا نعملهم كم يا عمر؟ ثلاث. فنان بالرسم أنا. ثلاث سيارات. لما أقول لك بدهم يفوتوا واحدة واحدة ويترتبوا، معناته أنت قاعد تتكلم عن إشي بده يترتب، مش يعني مش مع بعض بدهم يفوتوا. يلا السيارة الأولى بكم طريقة ممكن تصف؟ 5 طرق. 5 طرق. الثانية 4 طرق. والثالثة 3 طرق. طب لو كان 4 سيارات طريقتين بصير عندك. لو كان 5 سيارات طريقة واحدة بس، هاي مش هي مضروب الخمسة؟ تمام صحيح. طب ايش السؤال تاع مضروب الخمسة؟ يلا اسأليني سؤال في مضروب الخمسة، اعطيني مسؤول لفظي، احفظيه براسك هذا السؤال، خليه مصدره براسي. نعم. يعني مضروب الخمسة انا متى بستخدمه؟ لما يكون السؤال بكم طريقة يمكن ان تصطف 5 سيارات في 5 مواقف. مش هيك السؤال كان؟ لا صح. تعال نحل التدريب. بكم طريقة يمكن أجلس 6 طلاب على 6 مقاعد؟ يعني مضروب 6. 6 في 5. هسا صرت معلم هسا. لأن إيه صارين 6 مقاعد، هاي مقعد 2 3 4 5 6، وعندي 6 طلاب، 1 2 3 4 5 6. دخل الأولاني أجا بده يقعد، وين بقدر يقعد؟ أي مكان ما بده. 6 في 5. الثاني خلوا 5 كراسي، الثالث 4 كراسي، 3 كراسي، كرسيين كرسي. نعم تمام. حط الصورة هذه خليها ببالك. هذه أنا ما بدي أسميها، هي تباديل. هاي على فكرة هذا اللي أنا حكيته اسمه تباديل، كويس؟ بس أنا جبت سيرة التباديل، حكيت تباديل ما حكيت، آخر شيء حكيت تباديل. أي مسألة تتطلب الترتيب وفيها نظام زي هذا اللي أسويته قبل شوي، معناته هاي مسألة تباديل أو مضروب، تنشغل على المضروب وعلى التباديل. لكن لو كان عندي صف أو صندوق، ولا الصف نعتبر صندوق، كويس؟ صندوق. شو الصندوق جواته؟ جواته كرة حمراء، 2 حمر، 3 حمر، 4 حمر، كويس؟ وثلاث كرات زرق، وأربع وخمس كرات سود، خربطات، كويس؟ وجيت قلت لك مد إيدك وطلع لي كرتين من الصندوق، أي كرتين؟ بكم طريقة؟ يمكن بكم طريقة؟ طلع السؤال هسه، صار شو السؤال؟ بكم طريقة يمكن اختيار كرتين، تبي لي على كلمة كرتين، من بين كم كرة هذول؟ 4 و3 7 7 و5 12 12 كرة. 12 اللي العدد الكلي. 12 شو هي؟ 24 طريقة. لا طلع هون شو بنسوي؟ بنعمل توافيق، نقول 12 فوق 2،
هاي ما راح اشرحها هسه، او بحكي لكم قانونها بس بعيد عليها المره الجايه بالتفصيل. تمام. مره ثانيه، متى بنستخدم التوافيق؟ هاي اسمها توافيق. التوافيق تستخدم مع ايش؟ مع هذا النوع من الاسئله. شو هذا النوع من الاسئله؟ هي ترتب الترتيب، تختار بدون ترتيب، ما في ترتيب هون. بقول لك مد ايدك وتعطيني ثنتين مع بعض طلعهم. شوف سؤال السيارات قبل شوي، صفة السيارات او الطلاب اللي بقعدوا على كراسي كانوا يفوتوا واحد واحد بالترتيب يفوتوا. هون ايش؟ ما في ترتيب، مد ايدك وطلع لي كرتين وبس. اي سؤال بيجيكم اختيار مجموعه جزئيه اللي هي كرتين من مجموعه كليه اللي 12 كره، يعرف انك تعملها هيك 12 فوق 2. هاي نقراها مش 12 على 2، 12 فوق 2. شو معناتها هاي؟ طلع شو معناتها؟ معناتها خذ مضروب 12 على مضروب 2، يعني مضروب الفوقاني على مضروب التحتاني في مضروب الفرق بينهما. هذا القانون بتاعه. هذا راح نشرحه المرة الجاية بالتفصيل. بس إن سألت عنه خلينا نحكي عنه. إذا إحنا هسه قاعدين بنحل أسئلة ما استخدمنا توافيق فيها. لكن إيش نوع الأسئلة اللي راح نستخدم فيه التوافيق؟ اللي هو لما يقول لك اختار كرتين من بين 5 كرات، اختار 10 كرات من بين 10 كرات. معناته أنت تستخدم التوافيق. أستاذ لم أفهم، يعني إذا قال لي اختاري عشوائي يعني توافيق؟ آه. عشوائي من مجموعة كلية، بدك تختاري مجموعة جزئية من مجموعة كلية. نعم. طرائق العد، طرائق العد إذا بدي أحل على طريقة العد. عيدي طرائق العد هي الطريقة العامة لحل كل الأسئلة بما فيهم التوافيق. التوافيق هي حالة خاصة من طرق العد، ما بدي أشرح كيف لأنه ما بصير صعب عليكم، لكنها مبدأ اللي هو التوافيق هي طريقة من طرق العد، هي حالة خاصة من طرق العد. أنا لو بدي أحل هذا السؤال اللي أنا سألته هون بكم طريقة يمكن اختيار كرتين من 12 كرة، بقدر أحله على مبدأ العد زي ما بديت، بس بصير صعب السؤال. فاكتشفوا طريقة سريعة عشان يحسبوا عدد الطرق عن طريق التوافيق، بس ما بدي أحكي أكثر من هيك لأنه أكثر من هيك بصير معقد. وصلت الصورة كيف؟ إذا أنا عندي طريقتين أحل فيهم. الطريقة الأولى، أول شيء بسأل حالي سؤال، هل السؤال هو اختيار مجموعة جزئية من مجموعة كلية؟ هل هو سحب عشوائي؟ طبعا دائما إحنا كله عشوائي راح نشتغله. أسحب كرتين من 5، أخذ طالبين من بين 10 طلاب، أختار عضوين من 10 أعضاء. فهمتوا كيف اللغة؟ التوافق. كانت اللغة مثل هيك اعرف إنه توافق. طب وغير هيك مش توافق. بس العد على ايش بدك تحله؟ على مبدا العد بحله. اي شيء ثاني غير هاي بحله على مبدا العد. بس بدناش نعقدها، لانه التمييز بين التوافق والتبديل مشكل، يعني مش سهل، يعني بدك تفهم السؤال بشكل ممتاز حتى تحله. تمام. فاحنا مش راح نعقد هاي المره الجايه، بدنا نحكيها بالتفصيل. بس انا هيك لخصت، قلت انه انت كيف بتعرف انه المساله توافيق؟ اذا بدك تختار مجموعه جزئيه من مجموعه كليه، ولدين من 5 اولاد، كتابين من 10 كتب، عضوين من 15 عضو، هيك. تمام. الان كيف نحل هاي المعادله؟ مضروب النون يساوي 720، كم نون؟ 6. لا، نون تساوي 6، هاي حافظينها عن غير، خلصنا. طيب سؤال، 4+2 في مضروب النون يساوي 52، بدنا نطلع نون. هذه معادلة عادية، ناقص النون. مضروب النون هاي تطلع عليها كأنها زين، يعني كأنها زين. ناقص 2 ناقص 2. حطها هيك، ايوه هيك حطها ببالك، بس عندنا مش ناقص 2 ناقص 2 ناقص 4 ناقص 4 ناقص 4 ناقص 4 لأنه 2 مضروبة بسين. على 2 على 2 قسمة. بصير 2 في سين يساوي 48، منقسم على 2 24، يعني مضروب النون يساوي 24، يعني نون قديش تساوي؟ 4. خلص السؤال. صعبات هذول حلهم؟ لا. اللي وراها مثلا -6 + نون + 1 مضروب يساوي مضروب الصفر
زائد 17. صفر زائد 7 8. لا لا مضروب الصفر هاي واحد. واحد واحد هاي قيمتها واحد. واحد زائد 17 18. إذن هاي صارت 18. وهون سالب 6 زائد اعتبروا هاي سين، هاي كلها تسموها سين. تمام. حل المعادلة زائد 6 زائد 6 إذن سين شو تساوي؟ 24. بس هي مش سين، هي المسألة هيك نون زائد واحد الكل مضروب يساوي 24. هون كيف بتطلع؟ بتطلع على هاي كلياتها انها عدد، يعني النون زائد واحد شو المفروض تكون حتى يطلع الجواب المضروب 24؟ أربعة. مضروب الأربعة هو الـ 24، يعني نون زائد واحد مضروب يساوي 24. نعمل مقارنة، الـ 24 زي الـ 24، المضروب زي المضروب، إذن الأربعة لازم تكون هي نفسها نون زائد واحد. حل المعادلة نون تساوي ثلاثة. صعبات ولا سهلات هذول؟ سهلة. آخر واحدة اللي هي مضروب النون على نون ناقص 2 مضروب يساوي 12، نطلع قيمة نون. طب إحنا مضروب النون نقدر نحللها، بنقول إنها نون هاي مضروب النون لحالها، هي عبارة عن نون في نون ناقص 1 في نون ناقص 2 مضروب على نون ناقص 2 مضروب يساوي 12. تمام. هذه تختصر معها واحد هون واحد هون، فصارت معادلة تربيعية. لو فكينا القوس بصير نون تربيع ناقص نون يساوي 12. كيف نحل معادلة تربيعية زي هيك؟ بدخل 12. حل عبارة تربيعية. عبارة تربيعية ناقص 12 يساوي صفر، بنحلل نون نون 3 4 سالب موجب. إذا إما نون 4 أو نون سالب 3. تمام. كم حل طلع عندي هون؟ حلين. حلين. لا مش حلين، عندي حل واحد بس. لأن السالب مرفوضة. مرفوضة. ولا مسموحة؟ مرفوضة. لا مرفوضة. مرفوضة. لأنه نون لازم تكون عدد موجب. موجب. إذا هاي مش مرفوضة. بنقبل الموجب. لهون بكفي، مش راح نعمق أكثر. أسيات إحنا شو اللي بدنا نكمل عليه؟ بدنا نكمل على اللي هي التوافيق وعلى كيف نحل المسائل. حلوا هذول تدريب عليكم، سهلات هذول، حل المعادلات سهلات. حلوني بسهولة هذول، ما بدهم إشي. دون تعقيد. تقدر تحلوا تمارين هاي كلياتها. إذا المرة الجاية بنحل التمارين هذول أولاً، ثم ننتقل إلى التوافيق والتبادير والقصص الثانية. الحصة القادمة متى؟ بكرة. تأخذ بكرة؟ عادي ما في مشكلة. تمام. الواحد ونص زي اليوم. أستاذ ممكن تخلوها على الأربعة عشان غدا عندي حصة. غدا عندك حصة، لحظة شوي. بكرة إيش هو؟ بكرة الثلاثة الأربعة. الأربعة. طيب على الأربعة ماشي، زي ما بدكم على الأربعة، بناسب كل أربعة. ممتاز. خلاص على الأربعة. لأنه عندي على خمسة بكرة عندي.